مرحبا منير عجم. بهالفيديو حنبلش نجرب نستخدم نسجل فيديوهات العلاقة بالبلوج تبعنا مدونة سكات على بالانجليزي على الادرس تبعها اللي هي blog.http://blog.sukat.com. هي المدونة تبعنا. طالما بلاقي اسهل انا الكتابة بالانجليزي والحكي انجليزي ولا عربي، بس تنجرب نوصل بين اثنين اللغتين بدل ما نسجل كل فيديو ونسجله بلغتين. هنجرب نستخدم هالاسلوب الجديد ونشوف كيف بتلاقوه. بنتمنى تخبرونا. هلا مع اذا مع البلوج مع الفيديو هذا حننزله بالبلوج مع الارتكل اللي مكتبينه على البلوج، وبالطبع بس ينزل الفيديو على اليوتيوب حنحط تحت منه كمان الادرس تبع البلوج مشان يصير في مقارنه. يعني اذا لقيتوا الفيديو قبل فيكم ترجعوا تقروا البلوج. بس مبدئيا بهالفيديو هذا بهالبلوج حنشرح حنركز على ارتكل كاتبينه اللي هو بناء على كثير شغلات عم من تجاوبنا عبر السوشيال ميديا، اللي هو بروجكت مانجمنت سوشيال ميديا اند مس انفورميشن. يعني هذا هو العنوان تبع الارتكل تبعنا. من شو المقصود فيها هي؟ عادة ما رح نحكي كتير، بس عادة اليوم في كتير جروبات موجودة أونلاين وفي كتير ناس بتنزل بالطبع بهدف خدمة المجتمع، بهدف المشاركة المعرفة اللي هو هدف بالطبع نحن محترمه وبنقدره ومتشكره، وطبعا نفتخر فيه كمان انه يكون في عندنا شباب وصبايا بالعالم العربي حابين يشاركوا معلوماتهم. بس الاحيان للاسف اللي عم بصير، يعني في شغله الايجابيه في سلبيه، انه في كثير ناس ما عندها خبره كفايه وعم بتنزل كمقالات ولا بتنزل فيديوهات انه هن بناء يا بقى خبراء، بس فيها معلومات خطا. هلا مش خطا، هن عم بتقصدوا الخطا، فهمانينا غلط. يعني حتى في كثير اليوم registered education provider من PMI وبيدرسوا PMP وبينزلوا articles وفيديوهات على PMI owned websites مثل projectmanagement.com وغيرها، وفيها معلومات خطأ لأنهم فهمانين البومباك خطأ. بالطبع مثل ما قلنا هون مش المقصود هون انه هني تضليل، بينما انه في معلومة فهمينها الانسان غلط وبيجي عم بيشرحها، بالطبع عم تنشرحها غلط. المشكلة هون انه المستمع اللي ما بيعرف ما لح يفهم، ما لح يعرف انه هالمعلومة اللي عم يسمعها فيها اخطاء. للأسف الناس اللي مثلنا اللي عندهم خبرة بإدارة المشاريع والفهمانينها يمكن احيانا بتزعجهم، وحتى انا من الاشخاص يمكن احيانا بتعصبني. سو بنجرب نوضح، بس المشكلة احيانا لما بنجرب نوضح في ناس بتحس حالة انه عم نهينهم. طيب وبنسمع احيانا في ناس بيقولوا لك يا اخي اذا ما عندك مديح للشخص اللي كاتب شغله صلحه ان برايفت. طب هالشخص عم ينزل معلومات بابليك، اوكي اذا بصلحه ان برايفت حيدخل هو يرجع على المحل اللي عمل المعلومه ويصلحها؟ للاسف جربناها اكثر من مره ونصلح لاشخاص اخطاءهم بالبرايفت وما ينزلوا يعملوا تصحيح على الويب على الارتيكل اللي منزلينه ولا الفيديو اللي منزلينه. سو هون بالطبع اخذنا قرار، انا من الاشخاص اللي بعتبر بروجكت مانجمنت هي حياتي وشغف لي وشغل من زمان، ما فينا غير ما احيانا نفوت اذا في لقينا معلومه خطا نصلحها. بقى من كم يوم حبينا نتوجه للجروبات وانه يا جماعه في نقاط. هلا في فرق بين الفاكت وفرق بين الاوبينيون. اوبينيون ما حدا في جدل فيها، يعني كل واحد عنده اوبينيون ممكن نحكي فيها لسنه، كل واحد يطلع برايه وهذا راي حر، بطبع ما حدا له علاقه بالراي. بس في نحكي بالمعلومات اللي هي مبنيه على فاكتس وقائع معروفه. يعني بعد كتبنا بوست توجهنا فيه لبعض مسؤولين على هالجروبات انه يا جماعه بليز وضحوا بعض النقاط الرئيسيه الاخطاء اللي عم تتكرر مشان ما يصير في تضل في تضليل اللي عم بصير بطريقه مش مقصوده. هلا بطبع في حين تضليل مقصود. حنحكي عن شو هن الكومن ميستيك. هلا في امور ثانيه بالارتكل بالبلوج فيكم تقروها، مش حندخل عليها. اول خطا بنشوفه كتار ناس لما بيكتبوا دائما بيربطوا البروجكت مانجمنت بالبي ام بي، انه بناء على البي ام بي بناء على البي ام اي بناء على البي ام بي بناء على البي ام اي.
يا جماعة البي ام بي مش بروجكت مانجمنت، البي ام بي هي شهادة من شهادات إدارة المشاريع، شهادة جيدة وإلها فائدة عالمية وهي الأشهر عالميا بمجال إدارة المشاريع، بس مش معناتها هي الصح بكل شيء، ومش معناتها هي الأصح أما الأفضل، ومش معناتها هي بتساوي بروجكت مانجمنت. يعني دائما نحن بدنا نجي نميز بين اثنين، انه البروجكت مانجمنت هو علم متكامل اليوم قادرين ناخذ نحن فيه دكتوراه وماجستيرات، مش نحصره بشهاده، اوكي، رغم افاده هالشهاده وايجابيتها. يعني سو بنتمنى على الاقل اللي عم بينشروا ما يعتبروا يحكوا انه، لانه كثير الحين شو بنشوف، شخص بيقول لك انا عم بدرس اقتصاد حابب اعمل بي ام بي، اما بدي ادرس البي ام بي. هلا هو هون السؤال، هل قصده يدرس البي ام بي كشهاده؟ بالطبع هو اذا تلميذ بالجامعه لسه ما عنده خبره، ما بيقدر ياخذ البي ام بي، بس ممكن يكون قصده هو انه يدرس بروجكت مانجمنت. سو هون دائما لازم نجرب نوضح احنا ونميز لما بننزل ارتكل وننزل على الافاده، انه في عندنا شيء اسمه افاده علم اداره المشاريع اللي هي بالنسبه لي انا من اهم العلوم الموجوده بالعالم اليوم، اوكي، اللي بالنسبه لي انا اليوم ما في شغل الا ما بيطلب خبره بعد السكيلز بالبروجكت مانجمنت لهالدرجة بيعتبرها أهميتها، بينما البي ام بي هي شهادة إلى إفادتها، بس مش مكان مين مكان له حق ياخذ هالشهادة، ومش مين مكان هالشهادة ضرورية لإله. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية بدنا نركز عليها، خاصة هيدي يمكن ترتبط بعالمنا العربي شوي أكثر بترجمات لإدارة المشاريع، شهادة البي ام بي بحد ذاتها أكثر بترجموها لمحترف بإدارة المشاريع. هلا كلمة بروفيشنال ترجمها للعربي ممكن تكون تقصد مهني اما اختصاصي اما محترف، بس كلمة محترف بالعربي عادة ممكن تنفهم اكثر انه خبير ولا اكسبرت ولا من هالنوع. خلينا نميز، ما بدي هون هذا رأي وما بدنا ننزل باختلاف بالرأي، بغض النظر شو بدنا نسميها، سميها هي شهادة، اوكي، مهني ولا محترف ولا اختصاص بإدارة المشاريع، اوكي. ممكن نختلف على كلمة البروفيشنال هي هل هي محترف ولا مهني بغض النظر، بس المشكلة الثانية وين بلاقيها بكثير من ترجمات، انه الناس بترجموا للبي ام بي انه هي شهادة مدير مشروع محترف. يا جماعة ما في شيء كلمة بروجكت مانجر مش موجودة بالبي ام بي، هي بروجكت مانجمنت بروفيشنال، اوكي، يعني مهني اما محترف اما اختصاصي بإدارة المشاريع، هي مش شهادة مدير مشروع. وهذا الشيء مش بس رأي، ارجعوا للبي ام اي، ارجعوا للمكتبة من الناس اللي اسسوا البي ام بي، بيذكروا سبيسيفيكلي انه وقت اسسنا البي ام بي نحن ما اسسناها تكون شهادة مدير مشروع، هي شهادة مهني بإدارة المشاريع، معناتها شخص عنده خبرة، اما عنده خبرة 3 سنين وعنده معرفة بدليل المعرفة بالبومبا جايد، انه هذا الشخص قادر عنده هالمعلومات هيدي فقط لا غير. يعني ما في لا بطلب الابليكيشن تبع بي ام اي ولا بالامتحان ولا بالفيريفيكيشن بروسس اي شيء بيطلب منا تنثبت انه معه البي ام بي هو مدير مشروع. وصل اضرب من هيك، البعض بترجموها ما بس مدير مشروع محترف، اوكي، هو كمان يعني بيضمن نجاح المشاريع. خذوا بقى هون ببلش التضليل، هل اداره المشاريع شهاده البي ام بي ولا البرنس 2 ولا الاي بي ام اي ليفل 6 تمام، نقول حدا يقول عم بتنق على البي ام بي، هالشهادات المهنيه اللي ممكن تتطلب سنتين اما 3 سنين خبره، برنس 2 ما بتطلب حتى اي خبره، هل هالشيء بيثبت معناتها انه اللي حاملها هو خبير باداره المشاريع؟ وهل هالشيء بيعني انه اللي معه اياها قادر يدير مشروع بنجاح؟ هل في اي اثبات لهالشيء؟ نرجع لموضوع الكومبتنس والنولج اللي حكينا فيه اكثر من مره، هي شهادة مهنية، اوكي، شهادة مهنية بتدل انه هالشخص عنده معرفة. عم نحكي اذا بي ام بي واذا برنس 2 بالطبع هالشخص عنده معرفة بمنهجية البرنس 2، واذا اي بي ام اي هالشخص عنده خبرة وبيعرف الاي بي ام اي والكومبتنس بيس لاين تبع البي ام اي. لازم نميز هون نحن انه كل شهادة شو عم تعطينا، اوكي، فنقدر نتكلم ابلز اند ابلز ولا اورنج اند اورنج، ما نخلط شعبان برمضان وأورنج بأبلز وبنانا ريبوبليك وما بعرف شو قصة. يعني هون ضروري نقدر نميز. النقطة الأخيرة، بعرف الفيديو طول شوي بس النقطة الأخيرة كمان بنركز عليها، كمان كتير مقالات
او بوست على الانترنت بيركزوا على موضوع البروجكت شارتر، انه هو اول وثيقه مدير مشروع بينتجها على المشروع. وهالشيء بالطبع الفكره هون جاي من وين، انه البروجكت شارتر كديفلوب بروجكت شارتر كبروسس بالبومباك جايد هو باول نولج اريا اللي هي انتجريشن شابتر، اول بروسس بالانتجريشن اريا. واذا بدنا نفكر بالانيشيتنج هو اول بروسس بالانيشيتنج. سو بنفترض دغري انه يا جماعه انه البروجكت شارتر هي اول وثيقه مدير مشروع لازم ينتجها على المشروع. يا جماعه رو حتى خلينا بالبومباك، ما رح اطلع برات البومباك هلا. البومباك شو بيقول؟ البروجكت شارتر هو بيطلع وثيقه بس تنط فالسبونسر يعمل البروجكت شارتر شو لازم يكون في قبله؟ لازم يكون في بروجكت سكوب ستيتمنت، اما ستيتمنت مش سوري مش بروجكت سكوب ستيتمنت، في اسمه البروجكت ستيتمنت اوف ورك. قبل البومباك جايد اذا بناخذه كبروجكت لايف سايكل، التشارتر هي الدوكيمنت اللي بتطلع بعد الفيزيبيليتي ستدي. سو معناتها في فيزيبيليتي ستدي قبل منها، وقبل الفيزيبيليتي ستدي في عندنا البروجكت سكوب ستيتمنت اوف ورك، الايديا ستيتمنت شو ما تسميها سميها. سو البروجكت شارتر الديفلوب بروجكت شارتر هو اول بروسس مذكور بالبومباك. بس يا جماعه مش لانه اول بروسس مذكور معناتها هي الدوكيمنت الاولى على المشروع. نرجع نركز، اوكي مش الدوكيمنت الاولى، لانه التشارتر له انبوت وهالانبوت وثائق. اوكي واذا بنطلع من منطقه اللايف سايكل في بري بروجكت، والبري بروجكت في وثائق. اوكي سو قبل التشارتر في عدد من الوثائق اللي عم تصدر على المشروع. بعتقد وضحنا اكثر من نقطه اللي هي العلاقه بالبلوج. هسه في نقاط ثانيه ما رح نشرحها كلها لانه بعتقد صار بكفي بيوفي طول هالفيديو. شكرا، الى اللقاء.